منذ 8 سنوات بدأت حكاية الصداقة بين سكان قرية وادي فكين مع سكان بلدة سور هداسة اليهودية المجاورة للقرية. تعاون متين نشأ بين الطرفين، وفي قضايا شكلت عنصرا مفصليا لديهما، فقد نجحا في إيقاف القرار الإسرائيلي الخاص ببناء جدار يفصلهما عن بعضهما البعض. بالنسبة لسور هداسة في عندنا ناس يعني من أصدقاء الأرض اللي نسميهم أصدقاء الأرض، دولة ناس بيتعاونوا معنا وبنتعاون معاهم وبيساعدونا وحطونا محاميين ووقفونا محاميين، وبفضل الله سبحانه وتعالى إنه وقف الجدار اللي هون مبدئيا. زي ما أنت شايف الخط الأخضر هذا اللي هون كان في جدار هون لازم يكون مقترح، وقفوه. الحين الجدار هذا موقف. حدث هذا التعاون بمبادرة من مجموعة أصدقاء الأرض، مبادرة لاقت استحساناً من سكان وادي فكين وسور هداسة لمعاناة المنطقة من أزمة المياه، تجربة تقدم دليلاً آخراً على إمكانية التعايش المشترك. المية عندنا، إحنا عندنا في بلدنا 11 عين، 11 نبع، كان ربنا سبحانه وتعالى معطينا إياهم الـ 11 نبع. هلا نتيجة الأعمال الإسرائيلية اللي أنتوا شايفينها هون إقبالنا اللي هي بتار عليت هذه، طبعا في حوالي 3 عيون أو 4 جفت نهائيا، يعني ما ظل منها. ليش؟ لأنه هم بيبنوا وبيسووا شوارع وبيسووا طرقات وبيسووا بيوت، وبالتالي ما بتنزل المية حسب الخبراء الجيولوجيين اللي بيقولوا إنه ما بتنزل المية في الجبل. في مواضيع المياه، كان سكان الوادي يعانون من مياه الصرف الصحي التي تفيض من مستوطنة بيتار عيليت على أراضي قريتهم، فتوجهنا إلى رئيس بلدية المستوطنة وضغطنا عليه لتصليح شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمستوطنة، كما توجهنا إلى مكتب جودة البيئة حيث قاموا هناك بدورهم بالضغط أيضا على رئيس البلدية، مما أدى بالنهاية حسب اعتقادي إلى معالجة الموضوع. الصراع هو السمة الغالبة على العلاقات التي تجمع سكان وادي فكين مع مستوطني بيتار عيليت، وفي ذات الوقت تتسم علاقاتهم مع سكان بلدة سور هداسة اليهودية بالتعايش بسلام، وبذلك تكون هذه البقعة الصغيرة من الأرض تقدم مثلين متناقضين لعلاقات بين فلسطينيين ويهود، علاقات تتدخل في تشكيلها المعتقدات والأفكار وما يؤمن به كل طرف من الأطراف. من قرية وادي فكين روان قحاز، اليوم على الحرة.